سؤال آخر يقول: أمي كبيرة طاعنة في السن، ليس لها استطاعة لختم القرآن، تقرأ كل يوم شيئا بسيطا، هل يجوز لي أن أهديها ثواب ختمة؟ وماذا أقول عند إهداء الختمة؟ إهداء ثواب قراءة القرآن أو غيرها من القربات لمسلم حي أو ميت رخص فيه بعض أهل العلم، فهو أحد الأقوال المعتبرة عندهم، ممن قال بجواز هبة ثواب قراءة القرآن للأحياء الحنفية والحنابلة. في بدائع الصنائع للكاساني يقول: من صام أو تصدق أو صلى وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. وقال: ولا امتناع في العقل أيضا، لأن إعطاء الثواب من الله تعالى إفضال منه لاستحقاق عليه، فله أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له، كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا. في كشاف القناع في الفقه الحنبلي يقول: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو ثواب بعضها كالنصف والثلث والربع لمسلم حي أو ميت جاز. مصطفى الرحباني الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهى يقول: وكل قربة فعلها مسلم وجعلها المسلم بالنية جعل ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له. أما كيف المسألة مدارها النية، ولا يشترط فيها الله، النية عمل من أعمال القلوب وليس عملا من أعمال اللسان، فإذا نويت بما فعلته أن تجعل ثوابه لجدتك أو لوالدتك أو لوالدك، أرجو أن ينتفع بذلك إن شاء الله، كما نقلنا فيما سبق عن أهل العلم بعض أقوالهم في ذلك.